ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طيب عمنا جزاه الله خير، سأل أسئلة يعني نحسب إنه أسئلة زول يعني مستفيد ومسترشد. قال الأول: أنتم متهمون بأن دعوتكم منفرة بالسب والشتم وطعنكم في العلماء والتكفير. أول حاجة يا مسألة السب والشتم، السب ما هو السب ذاته؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السب هو كل كلمة قصد بها الانتقاص من أي أحد، أي كلمة فيها انتقاص من أي أحد دي اسمها شنو يا جماعة؟ سب. طيب، ونحن مأمورون كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. معظم الناس بيفهموا كلمة الحكمة خطأ، فمن الناس من يقول الحكمة هي اللين فقط، ومن الناس من يقول الحكمة هي الشدة فقط، وكلاهما مخطئ. زول اللي بيقول الحكمة هي اللين بس مخطئ، والبيقول الحكمة هي الشدة فقط برضو مخطئ. الحكمة هي وضع الأمور في شنو يا جماعة؟ نصابية. أما قوله تعالى: فقولا له قولا لينا، دي مرة مشى موسى لفرعون قال له قول لين كما أمره الله. مرة تانية مشى موسى لفرعون قال له: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ده قول شنو يا جماعة؟ شديد. هل موسى عليه السلام ما كان عنده حكمة؟ عنده حكمة، فلما اقتضى الأمر اللين لان، ولما اقتضى الأمر الشدة شدة. إذن الحكمة هي وضع الأمور في نصابها. أديكم مثل عشان الكلام يكون واضح مرة واحدة. ولدك في البيت، قول عندك ولدين، واحد إذا تكلمت معه بالراحة بيسمع الكلام، الثاني إلا تشيد عليه أو تضربه بالصوت حتى نسمع الكلام ويمشي يصلي يا دوب في الجامع. لكن لو تكلمت وأنت عارفه بالراحة بتطلع بجاي بيطلع بيمشي يلعب بغادي، وقت الصلاة ما بيجي الصلاة إلا تدق ويشوف الصوت بيجي جامع. والثاني ذاك شنو؟ بلين. بينفع حتتصرف كيف؟ بتعلين بلين، وبتاع الشدة بشنو؟ بالشدة. وأنت حكيم، وأنت شنو؟ حكيم. فدي الحكمة كده في الدعوة. أما ألفاظ الزم وألفاظ الشدة، الناس بيسموها يقول دي نبز ودي شنو ودي شنو، أحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدمها، أحيانا كان يستخدمها. كحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا، وده كان في غزوة بدر، وكلمني في هؤلاء النتنى لأعطيت إياهم. النتنى العفلين يعني، ده المشركين لما ماتوا في غزوة بدر الرسول قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى عفلين يعني بالدارجية عندنا لأعطيت إياهم. وربنا سبحانه وتعالى قال، وشوف ده التعبير القرآني كيف، ربنا قال: إنما المشركون نجس. هذا اللفظ ضرك فيه شنو أنت؟ نجس. كذلك صح الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعزى بعزى الجاهلية أو بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. عزاء الجاهلية عنده معاني، يعني زول داعي للشرك، ده من أعظم معانيه فيما أعلم.
زول صوفي داعي إلى الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال فأعضوه بهني أبيه. الهني يعني شنو؟ ذكر أبيه. ولا تكنه، يعني يقول لي عضي ذكر أبوه، وقال لك ما تكني. يقول كلام دقيق، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ودائما الناس اللي بينكروا الشدة مطلقا زي ما قال الشيخ الألباني، قال إما إخوانجي وإما أنه جاهل. عمنا ده يعني سأل أسئلة بتاع زول ده يوضح للناس، مش أنا قصده، هو ده أنا فهمته ده يوضح للناس، لكن أنا بتكلم عن الحكم الشرعي بتاع الكلام ده. شيخ الألباني قال اللي بينكر الشدة، فتوى مسجلة بصوت الألباني، قال اللي بينكر الشدة إما إخوانجي بنفس اللفظ ده كده من جماعة الأخوان المسلمين، وإما جاهل. فنحن نشوف الناس الحزبيين ديل صار سنة، جمعية كتاب وسنة، صفوجية غيرهم، البنكروا علينا الشدة ديل هم أخوان مسلمين ولا جهل، اختار واحد. ده كلام الألباني، ما كلام أنا، ذول مسكين جدا، مسجل ده كلام الألباني. لما قال لي أنت ليه شديت في الرد على البوطي، قال صعب هذا السؤال، إما إخوانجي من الأخوان المسلمين وإما جاهل، لأنه قال ديل البنكروا الشدة على أهل البدع. والسلف زمان كانوا بيمدحوهم بشدتهم على أهل البدع. يقول لك القاضي فلان من السلف رحمه الله يعني في الفضل بتاعه، يقول لك كان شديدا على أهل البدع رحمه الله، لأنه أنت أهل البدع ده شنو؟ المبتدئ ده عدو لله وعدو للرسول بس. هو زول لو عاد أبوك ساكت سب عليك أبوك أنت ماشي في الشارع، والله لا بيسلم عليه ولا بتاكل أكله ولا بتخط يدك في يده، وإن لقيته بتدق ذات ولا ما يهو. ناس بيعادوا الله وبيعادوا الرسول، تقعد تضحك معاهم وتقول لي ما نبقى شديدين. المسألة الثانية، الناس اللي بينكروا الشدة ديل ذاتهم من الحزبيين ديل صار السنة وغيرهم غيرهم، ديل شديدين على السلفين، بينبذوا سلفين، يقول لك ديل جامية، ديل مدخلية، مداخلة، مش هو كده؟ يعني هم ينكروا انك تشد على الصوفية وتشد على دعاة الشرك والكفر، وهم يشدوا عليك انت بأقبح الألفاظ، يقول لك تكفير، يقول لك، وده كلام كذب، مع انه هم التكفيرين. هل تعلموا يا جماعة انه التكفير، مسألة التكفير دي الآن هي خاشة بالحزبين ده الأكثر حاجة، قربوا يا جماعة عشان الناس يقعدوا، مسألة التكفير دي هي دي أصلا عند الحزبين. نحن اللي قاعدين نحارب التكفيرين بفضل الله، ومعنا آخرون من الإخوة الأفاضل، فكيف نكون نحن منهم؟ وأنا عشان أثبت لك إنه الناس اللي عندهم تكفير ديل هم الحزبيين، أنصار سنة وغيرهم وغيرهم، الشنطة دي أقرأ هنا مكتوب شنو؟ قريت؟ قريت؟ دي كلها وثائق حقتهم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.